لا تحية أكيد لكل المشاهدين، وإن شاء الله ربنا يلطف بكل أهالينا وكل المتضررين في بلادنا الجميلة السودان من جراء السيول والأمطار، وإن شاء الله كل الأمطار اللي هطلت أمس تكون أمطار خير وبركة على كل المناطق في السودان المختلف الجميل. في متركات الليل الصباح برضو الليلة الصباح لا أنا ما حضرتها. عندنا كسودانيين ناس كثيرين جدا بيرجعوا للبنية التحتية، عادي ممكن تكون ضارب مواعيد لناس وماشيين، ولكن لما تصبت خلاص انت بتقعد في بيتكم، ولا ممكن تقول لهم خلاص اوكي انا بجيكم الساعة 10 و تجيون الساعة 12 1 2 3 بسبب المطر، لأن أنت بتمشي في المطر. ممكن تكون حنكشة، ممكن تكون البنية التحتية بتاعتنا كويس، ما في شعب بيعطي نفسه بالمطر الا نحن، فدي السودان واحده من العادات. انا قلت انه دي، هل هي دي عاده في الناس نحن الحاجه دي فينا احنا سيئه ولا لا؟ لانه احنا ما عندنا مصارف زي الناس، شوارعنا ما مهيئه، ما بنقدر نمش، فدي كلها استفهامات. اتمنى انه في المستقبل القريب ما في حاجه توقف حالنا، وكل الامطار نسال الله سبحانه وتعالى هذا الكم الكبير جدا من الماء. نعم مستوى إبداعي كبير جدا، سعداء إنه ينضم إلينا زميل إعلامي شاعر وكاتب روائي أيضا، عنده باع كبير جدا في أدب البادية، وعاوزين نقف معه في نقاط كثيرة جدا، وعاوزين نشوف المرابيع ونشوف أجمل الكلمات والأشعار. واحد من الشباب المميزين جدا، لأنه تعامل مع عدد من جدا انه ينضم الينا يا منذر الشاعر الاعلامي نعم والكاتب دفع الله سعيد بخيت الكردفاني. اهلا بك وصباح الخير. مرحبا بك، التحية لك الأستاذ الجميل حسام، والتحية إلى رفيقك الجميل، التحية إلى مشاهدي هذه القناة، والتحية إلى الوطن. هذا الجميل نعم والتفاصيل نعم الحلوة، وأنت الآن في الخرطوم، نعم ما بين الخرطوم وكردفان واختلاف البيئة. مرحب بك. طبعا كردفان هي مكان الميلاد، أنا مولود في ولاية شمال كردفان، محلية أم دم حاج أحمد، نعم، منطقة مع دار الشيخ الشايقي، وتربيت وترعرعت في بحر حلة حمد. أكملت الابتدائي ذاته في بحر حلة حمد العمد المقبول، والثانوي في مرتبط ارتباط وجداني بكردفان الحبيبة. وكردفان الحبيبة حتى الناس اللي بيجوها من غادي لا من يكونوا موجودين فيها بيرتبطوا بها ارتباط وجداني، والدليل على ذلك مقتول هواك يا كردفان ومقتول هواك. أنا من زمان شاعرة طبعا من منطقة الجيلي، نعم. أستاذنا عبد الجبار كان هناك فترة بتاع التدريس، فهي بتجذبك زي ما أنا في واحدة من الأغاني قلت تزور كردفان رضنا شرفنا بتلال، ونقعد نناجري لو نتمشى في رماله نتوشح الاماني، يا سلام، الهيبه والاصاله والغر يوم تشوفه بيسحرك جماله. وصف عجيب وبديع. نعم، فهي اصلا بيسحرك جماله يعني، لذلك انه انا كل اشيائي بتكون في كردفان الغره عدا الوظيفه، يعني لو اجازه اسبوع بقضيها في كردفان الغره، وبكون مرتاح نفسيا ومرتاح وجدانيا وحتى مرتاح شاعريا ذاته. نعم. الراحه دي ما جت معك وانتغرت في الخرطوم؟ هنا الأجواء غايته الأيام دي في الخريف الجو سيء والله كويس. والله طبعا احنا هناك في كردفان، يعني ما عشان انا من كردفان، لكن في كردفان احنا لا من المطر تكون شغاله 8 ساعات، بنتمنى ان هي تصل العشر ساعات وتجيب عشان نطلع على الجوز، عشان نطلع على الجوز، بنطلع على الجوز بعد ذاك بنتمشي فيها بملابسنا
تفوز تصبح حليمة وكلنا أولاد شعب واحد والشتات ما عليه غيمة. موطن الهنا والكرامة والناس سمحين الخصايل صامدة فرسان في حماه في الميادين باع عطاي البكرم الضيف اللي بيجيهم بيجبروا المكسور وما يلو شام خزيع عز الجبال مهمة للتايهين دلائل. من شروق شمس الحبيبة أنجب أبطال سام وروح وفي الغرب تقابة ضاوية بالكتاب عليها صروح مناس كسل كعبة الشريفة وهمها القرآن لوح مزاد متغى في الدنيا والشهامة في وجوههم. في شمال العز أصالة من زمان معروفة فينا وبالجزيرة خضار ومضرة الكريم خصاها لينا وكردفان الغرة درة وفي الوسط باقي لنا زينة وخير وافر من رمال وديمة عطاية وحنينة. منه بنوت المهيرة سجل التاريخ تراهن وغبلا من دون تراجع حيبة والزغرود معاهم فيهن اللاقم مصيرهم باقي موجنيل ضراهن ربنا الخالق البرية بالعفاف والزوق كساهم. ما بتفيد من يا تجيها هي بتقلل من مغامنا وما بتصلح ايه قبيلتك هذه بتنرفز كلامنا وما بتنفع يا تحزبك بيها بتباعد سلامنا واحلى كلمة نقولها سودانية بتحقق مرامنا فيه نيلين جارية سوا منهم ننهى المعزة وحق كل الناس تعايم في جري الأذرق بعزة وما جنى الأبيض عليه ولا في يوم قال هو الأعزة وحق نحن نكون مثيل ملم شملنا هو الألزة. يا بني السودان فيه خلوا بالكم للقضية والسلام بيجي بالتصافي ما بتجيبوا البندقية وضل وطن واسع بشيلنا بدون تشدد أفضلية والتعايش السلمي زادنا أمان وإلفة وحسننية وضل وطن واسع بشيلنا بدون تشدد أفضلية والتعايش السلمي زادنا أمان وإلفة وحسننية. ويا سلام يا سلام والسلام عمو ربع السودان. يا سلام يا سلام يا سلام تسلم. كلمات حسام ممكن تكون يعني نعجز ذاته على التعبير للمشاهد الكريم يعني نحن محتاجين يعني لمثل هذه الأشعار والكلمات تصافي وتصالح يعني. الوطن واحد ما قد كان وما سيكون. نعم. في النهاية في النهاية يعني لا تنافر لا احتراب لا قبول للآخر كل هذا لا نريده نريد لحمة نريد التحام الجميع إلى أن نصل جميعا إلى ما نصبوا إليه. عشان كده ممكن يا منذر ودفع الله الروح الوطنية للشاعر وفي الشعر مطلوبة جدا وهي القضية الأساسية دائما والقضية الكبرى التي تحرك كل شاعر. نعم أكيد هو الشاعر أساسا هو بقوله لسان حاله فإذا نحن ذات شعرنا ده كله وظفناه بصورة جميلة وتقبلنا الطرف الآخر بصورة جميلة وشلنا مسألة أنت من وين وقبيلتك شنو وجنسك شنو يا أخي السودانة دي جميلة جدا جدا, سلام. جدا, جدا سلام. نعم. فهي الرابط الأساسي اللي بيربط بيناتنا لكن أزرق وأحمر وبني وبنفسجي كما قلت في القصيدة فيه نيلين جارية سوا ما نراعي لجري النيلين ديل. في واحدة من القصائد الوطنية أنا بيقول وطن الفيه وفي مدر مقرن النيلين طيب فيها مقطع في لحظة مسيرة سوية قدام سارم التحدين وطن في طابية مدرمان سبات معزة متماسكين جنود الجنود العزة لا توصف على ضرب الرصوص سائرين حياتنا لما تكون مربوطة بالقومية بتكون هي الأجمل. أنا في ذات يوم من الأيام حبيت ألغي اسم الكردفاني لكن واجهت بعض الأشياء كده هو الوطن ذاته فقالوا لي أخذ يعتبر وطن صغير وكون موجود فيه لأنه أنت بتحمل اسم إنسان كردفاني وعامله كما الحبيب. أيوة نعم والله شرف عظيم جدا جدا بالنسبة لي أنه أنا أكون من هذا الوطن الحبيب. جميل دفع الله الكردفاني كتبت عدد من الأغنيات ودعملت عدد مع عدد من الفنانين. نعم أكيد إذا عملت مع الفنان الجميل أخونا حسين شندي في القلب الصميم ماك العبوب البو إيدك وابل العين اللي بتنزل شوية السواي وما بدلوك بقول لك سو عملت مع أخونا شلقامي برضو في عملين
اتعاملت مع اخونا احمد البنا في 3 اعمال، اتعاملت مع اخونا برضو حنفي سالم في عملين، اتعاملت مع اخونا خالد العمده في عملين، وتعاملت مع اخوتنا منار صديق برضو عملين، وتعاملت مع حسن عباره 4 اعمال، وتعاملت برضو مع نوفل كردفانيه ومع منال البدري، وحتى كمان يعني للصراحة والوضوح الجماعة ناس الخفيف ده عملت مع أخوتنا مروة الدولية لها التحية. أنا طبعا فلسفتي فيه طبعا يا أستاذ مصعب، أقصد أستاذنا حسام، الموضوع هو بقول لك ده هابط وده عالي، في مقولة بقوله هابط، ليه ذاك ما قالوا عالي أو صاعد؟ ما قالوا الغنى الصاعد صح؟ صح، قالوا الغنى السوداني سواء كان حقيبة أو تراث او اي من الاشياء. وده ليه قال هو المتوازن، ده ليه خطوا عليه مرحله هابط؟ ده ما انا ذاتي مساله هابط ده، انا ما كان هو صاعد اصلا عشان يهبط اصلا، ده الغنى الخفيف ليه زمان كان غنى دكاكين. الطبيعي كان متوازن. اي طبعا متوازن. انا 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 عندي اغنيه عند الله ما في برضه اغنيات اتكتبت بعسل، نبقى سمنه على العسل صح ولا ما صح؟ صحيح. عندي تاني عندها حاجه بتقول سامحوني وانا قلبي طار، الليله حن وجانا زار، والزول وسامح حلو الزول وجاء حلو سمار. دي برضو اغاني موجوده وكلام عادي جدا جدا لا يخدش الحياه. الحاجه الثانيه في ناس بيقولوا لك، يعني انا ما ادري اشخص، بيقول لك يا اخي الشعراء الشباب بيجوا بكتبوا بلسان الانثى، الشعراء الكبار كتبوا بلسان الانثى، بلي الدارفور بمشي معاك الليل ومحل ما تدور بمشي معاك الليل. جاهز كده؟ انا جاهز. وبرضو عندك الاغنيه اللي غناها استاذنا الراحل المغيم برضو عبد العزيز محمد، غالي علي وغالي غالي علي حبيبي بالله يا يما، بهذا النص يعني برضو أغنية يعني بتتصف بوصفة نسائية جدا جدا. بعد ذاك الناس يعني الشمس غابت نياري ورا جلال أستاذنا جلال، فبعد ذاك ما في أي إشكالية. أنا برضو كتبت بنفس اللونية دي لكن ما في الخفيف يا أستاذ حسام. جميل، نقدر جميل محمد زي العابدين ميمي الموسيقار، وقال لي يا أخي أنت ليه ما بتكتب شعر غنائي؟ قلت له والله يا أخي انا ده لازم نكتب القصيده طويله عشان توصل رسالتها بصوره جميله. فقام لكن قلت له فيها وسافر هاجر لأمدانك وراجي إجابة أريل ونافر، وكل المنية تلاقي حنانك، ولو كلمتك ما بتصدق أنت الحب مخلوق علشانك، ولو كلمتك ما بتصدق لون الوردة شبيه خديك، وفرع الليل اتطبق ظلمة بحاكي سواد الشعر الفيك، ولون الدر الأبيض ونادر قلت بس ما تفاطرك ديك، وكل الناس شاكرين المولى الرسمك وصور وابدع فيك، ولو
لكن الناس، الدكتور عبد القادر سامي لما مشى وشارك برا عالميا شارك بالتراث الكردفاني، نعم، ونال جائزة عظمى يعني. بعد ذاك الناس الوسط يتخيلوا انه مثلا كردفان دي بس جراري ومردوم، ده المتعارف عليه، ده المتعارف عليه، ما في زول عارف انه في حاجه اسمها شاشاي مثلا. في الشاشاي في كردفان الغره ضرب من ضروب الادب الجمالي ده. اذا مشيت في باديه كده فيها اباله برضو زي الجراري برضو بيستخدموا الاباله، لو مشيت في باديه فيها اباله بتلقى اللنجيب بليه شديد جدا. طيب نحن كل يا ريت كل نموذج ناخذ منه او كل نوع ناخذ منه نموذج. طبعا الصوت شين وانا كمان ما داير انه الشاي ده بالذات اللي يكون بصورته الجماليه بتاعت الصوت، لكن انا نقرب عليكم شوية. فبيقوم لا من يمسكها بتحن، ما بتقدر بترضع جناها، بيشيل حنين لجناها إنها هي دايرة ترضعه وخاي، ومفروض جناها بكون مفروض منها عشان ما يصيبه نفس المرض يعني. بتبدأ بتحن، لما بدأت تحن اللنجيب بتاع الألبل، اللنجيب ده دايما وأبدا بكون الولد الصغير ما الراعي الكبير اللي بيمشي بتلقاه من قدام وبيجيبه راجعة وكده. فقال بقال دايما وأبدا قال يا جقل الحنان خبيرك مد وجان مدد بيكم غادي وسمح الموت في الوادي ولا بوليس لا بيرمنك في شروك. ده نماذج من الشاشاي، وطبعا القصيدة طويلة فيها على الأقل 50 مقطوعة. ثري فور 1 2 3 4 طلعوا منها شنو؟ ايقاع الجراري. الجراري ايوه نعم. والجراري دائما وابدا في كردفان شغل حكامات، لكن نحن عشان حكاماتنا ديل موروث عندما يندثر او ما يختفي من الساحه، طيب بدينا نكتب فيه. وكتبت برضو حاجه بتقول الذهب المنقوش فايتنا ساير فوق الرقاب ملبوس، فايتنا ساير وحند عليك النوق، لاحظ برضو دخلنا فيه اللي زاده حند عليك النوق حط الطيور الفوق قول بلاك ما بحوق خلي السفر ملحوق الخال عش البايتات برات حش اللمات يا مسري بالسارحات فارق ديارنا وفاته. برضو الأغنية طويلة جدا جدا غنوها ثلاثة، غنتها أخوتنا عفراء عبد الرضي وغنتها فرقة تراث بلدنا الاستعراض. أسي شايف أخونا سليمان عطية عمل معالجة لواحدة من أغاني الهسيس واستخدمت بصوت الفنان المبدع إنصاف فتحي بتقول عيني ليه البلح نور شال ورمي. يا سلام، برضو ده هسيس ده برضو بيستخدمه، ده ضربي مهم جدا جدا. عندنا الكدنداية برضو لما تمشي كده على دار حمر بتلقى الكدنداية، الكدنداية برضو ضربي من ضروب الأدب الكردفاني، لما جابوها هنا برضو وجدت قبول ويغاء عراقز جدا جدا غنت بيها وخدنا حسن أبارة وغنية كلمات الشاعر الجميل واتكابوسة له التحية وربنا يرد غربته. هو في المملكة العربية السعودية بتقول
بتقول سوي الجوق يا قماري ودي الشوق لي خداري، سوي الجوق يا قماري ودي الشوق. تمت معالجته. ايوه نعم، الضربه الهشيشه تمت معالجته، وجد قبول لدى المتلقي بصوره ما طبيعيه. نعم. بعد ذاك انا برضو كتبت بنفسي ضروب الهشيش دي حاجه خاصه بي انا، بتقول الوناس راغي وجميل وحساس، والوناس جنني ماله يا ناس. برضو غنت الاستاذه اعتماد سماره برضو وجدت قبول جميل جدا جدا. بعد ذاك عندنا ذاته المردوع، برضو غير المردوم عندنا المردوع عنده رقصه معينه. عندنا لما تمشي كده على جبال النوبة الحبيبة بتلقى الكرن ديل في الكرن. كل الأشياء صوت الكرن جاني يعني وكل حاجة عندها قاعدة. برضو ده شغل البقارة، النوبة دائما أبدا بيشتغلوا البقارة برضو بيشتغلوا البقر أو بيرعوا البقر، بتلقاهم برضو حامد وجوامعة، بتلقاه مثلا برضو خدنا شادي محمد حسين جزاه الله خير، يعني إن هي قدمت الربة دي بصورة جميلة جدا جدا. السكر حبيبة وزي العسل في العليبة وحلفوني الغصب ما بسيبة، برضو دي واحدة من الإيقاعات الكردفانية. بعد ذاك بتلقى الهداي، الهداي ده برضو يعني ضرب من ضروب الأدب الكردفاني، وده أكتر شيء يعني اخونا الملح يعقوب الموسيقار الجميل الملحن عنده علاقه بالحاجه دي، يعني لحن فيه كم حاجه كده وغناه عبد الولي الصديق برضه وجدت قبول. يعني انت برا كده لو حتى ما من كردفان سمعت الهداي ده والناس بتقول فيه، وعندنا الهوهاي برضه وعندنا اللولاي ده كله موجود، يعني بيخلي مساحات كبيره جدا لتوثيق الادب الكردفاني وادب البادر الكردفانيه. لكن هل الغزل في حياتك هو دي القضيه الاساسيه مش ثاني؟ هي الحبيبه ذات ما وطنها استاذ، الحبيبه الوطن والوطن الحبيبه، وهي الدليل وهي الجمال وهي الراحه وهي كل شيء يعني. نعم. بس احنا على فكره لو ما الحبيبات لما اتينا بهذا الزي يعني. اذا بقت حياتنا كده قاعده بدون حبيبه، الحبيبه نعم. انا ده واحد من الناس يعني متزوج الحمد لله رب العالمين، والامور يعني ما عندنا اي مشكله يعني، ما وجدنا للحياه طعم الا بعد الزواج صراحه ووضوح. نعم. حياتك بتلقاها مرتبه بصوره جميله جدا جدا. دي دعوه يا استاذ، دعوه للشباب ولحسام بالتحديد. يعني انا على اساس انه منذر ما في الدعوه دي، هو جاي يفتن بيننا الليله. بعد ذاك انا كتبت في الحبيبه من حيث المربوعات، وبتقول جمال ابنوسه لو عارفينه يا العراف، غير ما انه مدبوره ومضمر ها فساد الديسه مترين بيت تحت اكتاف، ودادك شايله زي شيله عصايه موسى، محبتي ليكي لا مخفيه لا مدسوسه، غيرك يا حيا يا ملاك الروح حياتي بؤوسه، حتى قليبي في الدقات بقول ابا موسى، الذهب البكوسول الرجال امتار بشوف لمعانه في خدم وضيب انجار، سلام ابن استيل ملانا جمال وزوق وسمار وقربها جنه ويضل لي حياتي مسار، يا سلام. ولما تكوني في جنبي بحس الراحه في نفسي، وبسعد بلغاك اكثر بحس بدنيتي العامه بدت أنوار تتبهر، بحس حتى السعادة هي ذاتها سعدت بالوجود أكثر، لأنك يا أعز الناس لوحة جميلة المنظر، ولما أكون بعيد منك بحس أياميات تقصر، لأن أيامي من دونك بتمناها ما تكتر، وفي ساعاتي من دونك بفوت السرحة بتهور وتوه، وتخيلك جنبي وأشوف الناس تعاين فيك، اقوم اسخر واقوم واسال براي نفسي هو ليه الناس تعاين في البريده انا، ولانها لي ولا اكثر، يا سلام. ولما اتخيلك تاني احسك انت كالسكر، وراجع نفسي وحداني، ونلقى السكر يتجرأ هشال
من لونك انت بياض لكن في الطعم مقصر. من هدوتك روعة حتى يطلع المصدر بحبك يا ملاك الروح، بحبك كل يوم أكثر وحبك يا ملاك الروح. والله دي محظوظة. كل يوم أكثر. اسمه مهد الجمال الغراء. يا سلام. ده مقسم الى 6 ابواب او 6 ضروب من ضروب الباديه الكردفانيه اللي كتبتها انا. اولا المسادير، الدوباي، الشاشاي، الجراري، المردوم، والكرن. ما شاء الله. دي كلها من تاليفي انا يعني. بعدك عندي ديوان اسمه حب الوطن احلى، ده بيحمل في داخله القصائد الوطنيه. وفيه صفحات جميلة يعني مليئة بالبهجة من حيث الوطنية يعني. نعم. وأنا سعيد بها جدا وراضي عنها تماما. نعم. وإن كنت ما راضي عني حاجة وديت بادية كردفان ديوان كامل، وديت برضو الحبيبة ديوان كامل اسمه ظلم الحبيب إنصاف. وفي الغريب العاجل سيدشن الديوان الوطني، لأنه إحنا الآن محتاجين لروح وطنية. بعد ذاك بدشن ديوان الحبيب اللي جوريدك في الشرايين جاري، مكنون في الفؤاد من جوا، لو صاح المنادي ندهن بنتب لحمايتك سوى كلنا. يا نحن يا انا شبابك اولاد ادم امنا حوا. يا سلام. الفك بالجمال الفنا، لامك يا الحبيب لما نسينك ساسنا، عزة ناسنا واوك وحدة يا ملجانا، دالك طب جروح ليه غربك في دارفوري يقول أتنين، والدارفوري وسط الغرة يقدل فيها هيبة وزينة، والكردافي من توتيلك انداح ليه حدود المينا، ليه يردد البني عامر. نحن ولاد بلد يا أخينا، نحن ولاد بلد يا أخينا، نحن ولاد بلد يا أخينا. ومن قمة جبال النوبة يخطر للشمال نوباوي، ويرقص في الدليف يقاع ويصبح هاوي، والجعل البتب في العرض في المردوم يتلب خاوي، حكامة البلد واخواتها تنظم لشهام تغناوي، تنظم لشهام تغناوي، تنظم لشهام تغناوي. والساكنة الجزيرة الخضراء لأغص الشمالي دي جول يبدأ يراقص الحلفاوي في الجابودي، ما يتهول يجبيه الوسط عصرية أخوان في المغام الأول، مهما تكاثرت ألواننا جبل الوحدة ما بتحول. وتعداد القبائل الفيكة بيهن زي الشموخ وصلابة، والأفضل نعيش سمحين وشامات، تبقى لينا خرابة يا وطن السماح، والعزة فيك أجدادنا ساموا رقابة، ما بنفوت شبر من أرضك السمح العزيز تيرابة، يا كما لازنا في دنيانا بلد النفر والتقابة، قبالنا الرجال في حماك غرزت في الخصومنا الشابة، عابرين بطريق أجدادنا منك حاشا ما بنتغابة، بنهين البهينة كرامتك الدائرة المحبة حبابة، بنهين البهينة كرامتك الدائرة المحبة حبابة والدائرة المحبة، حبابة والدائرة المحبة.
حبابة حباب المحبة دائما، والمحبة متواصلة بيننا وبينك. منذ استاذن كل المشاهدين الكرام، فاصل قصير من ثم نعود لنواصل معكم صباح الشروق.